اول شيء عندي مثلا التنين بستعمله في على اف ريشو هذا بحافظ على الكونستنت ريشو وهذا بحافظ على الكونستنت ريشو مش هيك فيريبل فولتج كيف بحقق هذا الفيريبل فولتج كنترول 6 بلس ريكتيفاير هذا كيف بحقق الفيريبل فولتج باستعمال بي دبليو ام انفرتر بتغير هون بغير بتغيير البي دبليو ام بتغير معنا الفولتج فيريبل فريكوانسي قوت فيهم فيريبل فريكوانسي ايش مش مبين بالكاميرا لا جست على الحفه على الحفه بالضبط الفيريبل فريكوانسي اثنين فيهم فيريبل فريكوانسي اذا هذا هون يس وهذه يس هلا هارمونكس في هارمونكس تو ذا موتور وفي هارمونكس من السبلاي الهارمونكس تو ذا موتور حتكون هذه هون هون لانه الويف فورم شكلها حتكون هيك سكوير اوكي هلا هون عندي هارمونكس لو لانه استخدمنا الكرنت تقريبا بكون نيرلي ساينوسويد كرنت ان الموتور والكرنت اللي بيمشي المحرك تقريبا بكون ساينوسويد هون الكرنت ما بكون ساينوسويد في فيري لوتس اوف هارمونكس ومشكله هارمونكس في المحرك هذه بتضعف الهاي ايش الاختلافات مع بور باور فاكتور باور فاكتور هون بتناسب مع كوساين الفا في حين هون عندنا باور فاكتور يعني بشكل عام رح يكون اكسبتبل اوكي ماشي هاي الاختلافات واضحه